من الصباح إلى المساء يمتد طابور الانتظار على بعد خطوتين من الكرملين منذ افتتاح معرض روسيا الأرثوذكسية الرومانوف في 24 نوفمبر، وينظم المعرض بمناسبة الذكرى 400 لتأسيس هذه السلالة بمبادرة من الأرشمندريت تيخون المعروف بأنه قريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولعل لأيقونة العذراء مريم العجائبية شفيعة آل رومانوف دوراً كبيراً في نجاح المعرض، إذ يحتجب الزوار فور دخولهم قاعة المعرض أمام هذه الأيقونة التي نادراً ما تعرض لعامة الجمهور ويتبركون منها. لم نكن نتوقع هذا العدد الهائل من الزوار، إذ نستقبل أكثر من 17,000 زائر يومياً. لقد طلب منا أن نمدد المعرض لأسبوع ومن ثم لأسبوعين، لا نعرف متى سيقفل المعرض أبوابه. ويقوم الزوار بالاطلاع على تاريخ روسيا في عهد آل رومانوف الذين طردتهم الحركة البولشيفية من الحكم وشوهت سمعتهم خلال الحقبة السوفيتية، ويستعيد هذا المعرض المجاني تاريخ البلاد بين القرنين 17 و20 من خلال ملصقات توضيحية عملاقة وشاشات تعمل باللمس وأفلام وثائقية قصيرة ونماذج محاكاة لمعارك ثلاثية الأبعاد. وهو يبين للزوار أن مساحة روسيا وعدد سكانها ظلا يرتفعان خلال حكم آل رومانوف، وأن روسيا كانت قوة عظمى في بداية القرن العشرين.